الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بيكم في كل مكان، فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها أكيد عن النادي الأهلي، هنرد فيها ضد الأكاذيب والشائعات. لكن في البداية ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نروح على طول للعناوين ومنها إلى التفاصيل. استقالة كولر وفضيحة رشاوة تهز الدوري، حازم امام يفشل في الزمالك، ومتعب يفضح الحكام. نروح على طول لاول اخبارنا، وردود الافعال ما زالت قويه جدا بعد تعادل الاهلي. حزن جماهير الاهلي يا جماعه، مش عشان فقدان نقطتين، ما احنا ياما خسرنا نقاط، ياما تعادلنا وياما خسرنا ولسه هنتعادل ولسه هنخسر، لكن حزن جمهور الاهلي بسبب الاداء، بسبب منظومة. الأهلي دايما كنا بنلعب بفكرة الأهلي روح التسعين، انت قاعد في أي وقت واثق انك هتجيب جون، وحتى لو ما جبتش جون انت شايف ان اللعيبة محدش أثر. لكن امبارح والفترة الأخيرة لا، الكل بيأثر، كل اللعيبة بتأثر، وكل اللعيبة ولا في دماغها، وكل اللعيبة ولا فارق معاها أي حاجة، وده المشكلة، ده اللي محصر ومحزن جمهور النادي الأهلي. كابتن إبراهيم سعيد امبارح بعد المباراة قال لك الأهلي مع كولر الموسم ده مفيش أداء ولا كورة ولا روح ولا شكل داخل الملعب، الوحيد في اللعيبة اللي بيقاتل من أول دقيقة لآخر دقيقة هو إمام عاشور اللي بيلعب بروح الأهلي. إمام عاشور تحس إن هو واحد طالع من أكاديميات وقطاع الناشئين في النادي الأهلي. الولد بيعافر، الولد عمال بيقاتل، عمال من أول دقيقة لآخر دقيقة. خلي بالك الفورمة واللياقة بتاعت إمام عاشور لم تكتمل، ومع هذا عارف أنت لما تكون تعبان ومش قادر بس لازم تنزل الشغل، لازم تنزل الشغل عشان تجيب لقمة العيش، إمام عاشور مش قادر يجري ومع هذا بيقاتل، ومع هذا أنت وأنت قاعد نفسك الكرة تروح لإمام عاشور، لأن الوحيد اللي ممكن يغير النتيجة هو إمام عاشور، الوحيد اللي عنده روح هو امام عاشور. كابتن احمد سليمان، احمد سامي مدرب سموحه قال لك انا دخلت عشان نتيجه التعادل وحصلت على التعادل. طبعا من حق كل مدرب انه يلعب بالطريقه اللي هو عايزها عشان بس ابقى واضح، لكن كابتن احمد سامي معرفش ليه قدام النادي الاهلي بيبقى اسد جسور بيلعب ويقاتل يكافح كأن دي اخر مباراة في حياته، كأن دي المباراة اللي هتثبت ان هو راجل. قدام الزمالك بيفتح خطوطه ويطير بكاته ويطير اجنحته وناقص يطير الجون بتاعه كمان، وبيطلع يشيل بالثلاثة والخمسة. الفرقة دي شايلة خمسة من الزمالك يا جماعة. أحمد سامي اللي طالع يقول لك أنا لعبت على التعادل كان بيلعب مع الزمالك جون مشترك. كان بيلعب مع الزمالك من غير دفاع، من غير وسط، من غير هجوم. هو ده اللي يزعل. إنك تبقى مدرب بوشين. مدرب قدام الأهلي حمادة، ومدرب مع باقي فرق الدوري حمادة تاني خالص. الاخ رضا عبد العال يا سعده يا هنا، الاخ رضا عبد العال يا سعده يا هنا، وجات له على الطبطاب، جات له على الطبطاب ينتقد كولر ويتريق على كولر ويقول لك انا صح، انا صح جبت عمرو زكي من انبي، انا صح.
لكن انا مش حزين على انتقاد كولر، لكن حزين ان انتوا اديتوا فرصه لواحد زي رضا عبد العال انه يتريق على امام عاشور. رضا عبد العال طالع يتريق على امام عاشور ويقول لك الاهلي اشترى الترومائي. تخيل لما رضا يتكلم على امام عاشور بالشكل ده. طبعا انتوا عارفين هو غرضه ايه، هو غرضه دنيء، هو لا يحلل كرة قدم، هو بيطلع يتكلم من قبيل الهكس والمكايدة، هو لا يفقه شيء في اي شيء. والدليل ان لما تسأل على الهوى هو جوارديولا بيلعب بطريقة ايه، قاعد يضحك ومعرفش يجاوب. اتسأل قبل كده يعني ايه زون 14، معرفش يجاوب. اذا ما تتكلمش في الكرة احسن لك، ممكن تتكلم في الطبخ، تتكلم في اي حاجة تاني الا في كرة القدم. الاخ سيف زاهر طبعا جيطلع الطبطاب، سيف زاهر عايز اي حاجة يدوش بيها الناس، يشتت بيها الناس عن نادي الزمالك. سيف زاهر هو كمان طلع ينتقد كولر وقال لك لأول مرة اسمع كولر وما استوعبش القصة وما شفتش اي تقصير من طاقم التحكيم او اي كرة فيها مشكلة او ازمة. على العكس، محمد عادل قدم اداء جيد وما كانش فيه إضاعة وقت زي ما قال مارسيل كولر. أنا بس عايز أقول إحنا خلاص خسرنا نقطتين وما اتكلمناش عن التحكيم، لكن يا جماعة على فكرة التحكيم كان مؤثر، إحنا كنا أداءنا زي الزفت عشان نبقى واضحين، عشان محدش يقول لي تحكيم إيه يا عم، هو التحكيم اللي خلانا نتعادل. يا حبيبي إحنا من امبارح للنهاردة قاعدين نقطع في فروة كولر وفي فروة اللعيبة وفي فروة لجنة التخطيط، لكن في نفس الوقت لازم تعرف اللي بيحصل. محمد عادل عامل كارثه في افريقيا قبل ماتش الاهلي، ولجنه الحكام جابته يعني مجامله عشان يديله ثقه قدام الاتحاد الافريقي، احنا بنخليه يحكم لنا ماتشات الاهلي. لكن امبارح في اتنين لعيبه كانوا المفروض يطردوا امبارح، تخيل سموحه بدل ما يلعب ب 11 لاعب بيلعب بتسعة لعيبه، 8 والجول. كنت ممكن تعمل حفلة امبارح على سموحة. كورة الاخ حسام حسن اللي ما بيلعبش الا قدام النادي الاهلي برضو، معرفش ليه برضو بيقعد يحزق ويحزق ويحزق. تمام، انا خايف عليه بس يعني. خد انذار، بعد الانذار راح شات الكورة. لو انت حكم محترم هتدي الانذار التاني خلصانة. انت اديت انذار للفاول اللي عمله، رد فعله راح شات الكوره، ده عدم احترام للحكم. الحكم لو عنده شخصيه، الحكم لو عنده شخصيه كان طلع الانذار التاني. ما هو بس هتجيب الشخصيه منين؟ هو يا جماعه الحكم ده مش في ماتش الخمسه اتشتم من اللعيبه بتاعت الزمالك، خد موقف ما خدش موقف، ده بالعكس اول ماتش يحكمه للزمالك خد ابو جبل بالحضن. ابو جبل اللي كان بيقول عبارات فيما معناه انت جاي تخلص الماتش لصالح النادي الاهلي. عايز اقول كابتن عماد متعب، عشان الناس برضو اللي هتقول لك انت بتتكلم لوحدك في الحكام، كابتن عماد متعب قال لك انا متفق مع كولر في التحكيم، قال لك في لقطتين بطرد الاتنين لعيبه في سموحه، واللقطتين دول اثروا على نتيجه المباراه. الأولى لحسام حسن لما شاط الكورة بعد الإنذار، والتانية الكوع. هو يا جماعة الكوع مش في كرة القدم طرد. اللعيب بتاع سموحة ضرب إمام عاشور بالكوع وجاب دم، والكوع في الوش وتعورت الوش ما فيهاش معلش. لا، محمد عادل راح يدى إنذار، والاخ محمد الحنف اللي قاعد على الفار شاهد ما شافش حاجه. ما انا قلت لك هي مشكلتكم معايا ان انا بقول لك قبل الهنا بسنه، بقول لك قبل الهنا بسنه، ولما الدنيا بتقع ما حدش بيفتكر الكلام. انا قايل لك قبل الماتش، قلت لك محمد عادل
عمل ايه في ماتش الزمالك والمقاولين وهو في غرفة الفار، ما تدخلش الطرد لاعب الزمالك وتدخل عشان يحسب ضرب الجزاء للزمالك. محمد الحنفي الصحافة وصفته في ماتش الاهلي 3-1 بالحكم الملاكي، مجلة الاهلي ولا كان في صحافة ايه وقتها، وجمهور الاهلي وصفوه بالحكم الملاكي للزمالك. فانت جايب اتنين، انت عارف انت بتعمل ايه. فحالتين طرد، الحالة الاولى في الشوط الاول، الحالة التانية في الشوط التاني في بداية الشوط التاني. يعني تخيل بتلعب 45 دقيقة زيادة اتنين لعيبة على نادي سموحة. بما اننا بنتكلم على الحكام، ياو النور او ياو انور، ياو النور عبر الانستجرام الخاص بيه في رسالة بعد مباراة الاسماعيلي والبيراميدز، ياو النور كتب على صفحته بليز بليز الاندية المحترفة والاتحاد المحترف بيدفع للحكام المرتب بتاعه قبل الماتشات. بيقول ادفعوا للاتحاد، هو بيوجه رسالة للاتحاد المصري، ادفعوا مرتبات الحكام لانهم بيقبضوا قبل الماتشات. شكرا. معناه ايه الكلام ده؟ ده معناه خطير، ده في اتهام واضح وصريح للحكام بالحصول على رشاوى. اللي اتفرج على ماتش بيراميدز امبارح هيعرف ياو النور قصده ايه. الحكم محمد يوسف حكم المباراة امبارح ارتكب اخطاء فاجرة فجة لا تمت لكرة القدم بصلة. كان قاعد امبارح بعمل زي بابا نويل، كان بابا نويل الكرة المصرية، عمال يوزع انذارات على لعيبة الاسماعيلي، انذار انذار انت عارف انت رايح فين، انذار انذار انذار، لحد ما طرد لاعب من لعيبة الاسماعيلي. كورة كان فيها شبهة ضرب الجزاء للاسماعيلي، طرد للشيبي في بداية المباراة ما اتطردش. دي كلها حاجات خلت ياو النور الراجل الغاني يقول لك ادفعوا المرتبات للحكام قبل الماتشات لانهم بياخدوا فلوس قبل الماتشات. كابتن حازم امام فشل في انقاذ الزمالك، كابتن حازم امام فشل في انقاذ الزمالك، تدخل مع ناس برتغاليين، خلى روي فيتوريا، خلى فينجادا، خلى اكتر من شخص برتغالي انه يتواصل مع مسؤولي سبورتنج لشبونة، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي سفن الزمالك، وترفض كل المحاولات وفشلت كل المحاولات اللي حاولها كابتن حازم امام. عايز اقول ان كولر بدأت حملة الله أعلم من داخل الأهلي من خارج الأهلي بأمر من مسؤولين في النادي الأهلي قريبين أو بعيدين عن الإدارة لتطفيش كولر، لإجبار كولر على الاستقالة. اللي أنا شفته مبارح يقول كده، ودليل على كده اللي بيخش المنطقة دي من الجمهور بيبقى رايح بدعوة من مجلس الإدارة. الشخص اللي شتم كولر بالاسلوب القذر امبارح وباسلوب قلة الادب ده داخل بدعوة من الادارة. اذا الادارة عارفينه، مين هو بقى؟ ليه مدخلينه داخل؟ عشان يشتم كولر؟ عشان كولر لما يتشتم شخصيته وكرامته تنقح عليه فيقول لك لا انا مش شغال انا عايز امشي؟ اتمنى يكون في تحقيق موسع. الشخص اتشاف امبارح ومعروف هو مين، مين اللي وزع الدعوات بتاعه ماتش امبارح يتجاب ويتحاسب، والشخص ده ما يخشش ماتشات للنادي الاهلي. شكرا ليكم.